فتقدري تقولي لنا يعني الأنشطة دي بتساعدهم إزاي برضو بشكل توضيحي؟ تمام. فاكره لما قلنا من شويه عن مرحله الطفوله ان انا عشان ابدل سلوك الطفل اللي جالي وان هو بيكذب مثلا، عملنا عمليه احلال او عمليه تبديل. انا عشان اشيل سلوك لازم احط مكانه حاجه تانية. ما هو الطفل بيكذب ليه؟ خايف، متوتر، عنده فراغ مثلا، او ممكن شاف الموقف ده من قدامه من شخص تاني فبيقلده. بالظبط، بيقلده. ان انا مثلا رديت على التليفون ماما نايمه وانا ماما صاحيه، يعني طب انا اكيد يعني هقلد الموقف ده حتى لو انا مش فاهم ان ده كذب. ف الكشافه لما بنحط مثلا سلوك زي السرقه، يعني نحط كده بيئه فيها الطفل بيسرق، وفي بيئه تانية فيها نشاط زي نشاط الكشافه او اي نشاط تاني على فكره ليه علاقه بالقياده او الرياضه، او يعني نشاط في مجموعه عمل او تيم ورك هو شغال مع بعضه. هنعمل البيئه دي هنا والبيئه دي هنا. البيئه دي الطفل فيها بيسرق، يعني ما بيعملش حاجه تانية في حياته، بيذاكر وينام وياكل ويصحى، اوكي، ويكرر يومه. هنا بينزل الصبح بيروح النشاط بتاعه، بيبقى عنده تارجت، عنده أهداف معينة، عنده حاجات معينة لازم يتعلمها في الفترة دي ويطبق عليها اختبارات علشان مثلا هياخد شارة هدية، أو هياخد منزل، أو هياخد مثلا وسام انه مثلا شخص متعاون. فتخيلي كده الطفل وهم بيحبوا بقى الالعاب وبيحبوا ان انا اعمل لهم اكتيفيتيز كتير، هنعمل مسابقه عن مين اكتر حد متعاون. شفتي روح المنافسه اللي طلعت للطفل ده ازاي؟ انا كشخص متعاون يعني هروح وهنافس وهبقى اكتر واحد متعاون، فبيتنافسوا في الخير، بيتنافسوا في الصفات الكويسه. طيب تحت اشراف قائد فاهم هو بيعمل ايه كويس، فبدأ الطفل ده لما يروح البيت هيعمل ايه؟ هينفذ صفة التعاون. تفتكري صفة التعاون دي لما تبقى مزروعة بالشكل القوي ده في طفل هيسرق؟ لا طبعا، استحالة. بالعكس، ده هيتعلم الأمانة. يعني صفة واحدة بس هتسمع في حاجات تانية، يتعلم الأمانة، يتعلم ثقته بنفسه، يتعلم ان هو يعطي العطاء اصلا للناس اللي حواليه. فاستحالة ان الشخص اللي بيسرق ده، على فكرة في ناس بيبقى سرقة مرضية، مش سرقة علشان هو عايز ياخد الحاجة دي، لا هو بيسرق علشان هو عنده حرمان من حاجة معينة او بيجرب حاجة جديدة. فكرة الفراغ للطفل مش حاجة كويسة، يعني طبعاً. فكرة ان هو يبقى فاضي وبيقلد تصرفات الكبار دي مش يعني عايزينه يعيش سنه.